ما هو ما ينفعش كده، ما يبقاش البيت بيت ابونا ويجي الضيوف يطردونا. في ايه يا كريمه؟ عايزك في كلمتين يا عبد الحكيم بره. في ايه يا ولي؟ ما انا لو ما قلتش اللي في نفسي هموت يا عبد الله. قول يا كريمه. خير؟ لا مش خير طبعا. اسمع بقى، هقول لك كلمه واحده تحطها حلقه في ودنك. البيت ده بيتي انا، وانا بس اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي، وكل اللي في البيت ده ضيوف عند كريمه. فيها يا ولية؟ اتجننت ولا ايه؟ اه طبعا اتجننت. لما اخوك يطرد اخويا من بيتي يبقى اتجننت وهتجنن اكتر. يطرد مين يا ولية مجنون؟ ما احنا قاعدين مع بعض. ها عبد الحكيم قدامك، اسالك قدامني حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش يا كريمه. ايوه ما حصلش. حق علي، حق علي انا اني ما عرفتش اربيكي بعد ابويا الله يرحمه متوفى. اتفضل اطلعي فوق، اطلعي فوق. عيب يعني تخش على الرجاله وتعمل اللي بتعمله ده؟ ما ينفعش. لا عشتي ولا كنت يا كريمه. لا حصل يا كريمه. بس ده كان سوء تفاهم يا ست كريمه وخلاص راح لحاله. لا يا اسحاق، ما كانش سوء تفاهم ولا حاجه. انا غلطت في حق عبد السلام، بس احنا طول عمرنا اخوات وياما بنتخانق ونغلط في بعض، لكن بنرجع نتعاتب ونتصالح تاني. وانا وهو بس اللي لينا الحق في ده. انما انت مش من حقك تساليني يا عامل عبد السلام كيف؟ لا انت مش واخد بالك، انا من حقي تالت ومتالت في البيت ده اقول كل اللي انا عايزاه. وانا كلمه زياده. خدني فوق، خدني فوق يا كريم، حاسقك منيكو. مبسوط؟ تعال انت كمان. لا مؤاخذه يا عبد الله، سامحني يا اخويا. تعال تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الجرة دي تعمل اللي عملتيه دي يا كريم. اقول لك ايه بس يا عبد الله، انت مش فاهم حاجه. انا مش عايز افهم. لازم تفهمي، لازم تفهمي ان اللي عملتيه دي خلى رقبتك قدام الخلق زي السمسم. معاش ولا كان اللي يخلي رقبتك زي السمسم؟ ما اخويا برضه. اوكي اوكي يا كريم، ده انت كان ناقص تدعم حكيم اخوها قلمين على اسدابه عشان ترتاحي وتعقوه. حقك عليا والله العظيم، ما ادريت بعمل ايه، الشيطان سحبني. طب هقول لك حاجه، انا هنزل اتغسل. اقعدي. رايحه فين؟ رايحه تزود التنبله؟ بص يا عبد الله، والله العظيم ثلاثه من ساعه ما الجماعه دبوا رجليهم في البيت هنا وانا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل. وكل ما ابص الفوزيه وجبريه احس ان هما بيدبروا لي مصيبه عايزين يوقعوني فيها. طب اقول لك حاجه، مالكش عليا يمين، لو عبد الحكيم لوحده هو اللي هنا وقال لي امشي اطلعي بره يا كريمه، والله العظيم هطلع بره من غير ما افتح بوقي. عارفه كريمه اللي انت عملتيه ده حسستني بيه، حسست اني عاجز. بعد الشر عشان خاطري ما تقولش كده. الشر ولا حر يا كريم، انا عاجز فعلا. الراجل جاهد على كرسي متحرك، لا قادر اتحرك ولا قادر اعيش ولا نعيش. خسرت كل اللي ورايا واللي قدامي، ومحتاج عبد الحكيم اخويا يوقف جنبي، محتاج كل حد يوقف جنبي. قمت انت دخلت بزعبيبك خليتني ما بقتش عارف اعمل ايه. احب في اخويا اللي جاي يوقف جنبي وحياتي في ايديه، واقول له لا انت مالكش حق يا عبد الحكيم. الكلام الماسخ اللي انت بتقوله ده يا عبد الله، محتاج له ده ايه؟ اطلب حقك ولو رفض يديلك حط صوابعك الاثنين في عينيك. كفايه كفايه كريم، الله يخليك. يلا قومي قومي، سيبني اقعد لوحدي. قومي. هقوم، بس قول ان انت مش زعلان مني. ابقى كذاب؟ لو قلت لك اني مش زعلان منك ابقى كذاب يا كريم. قومي خلي البيت ده تعمل غدا عشان الناس ما لهمش ذنب. قومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بتخططيني؟ بتعملي ايه يا مرات عمي؟ ولا حاجه. هعمل ايه يعني؟ اتخضيتي ليه؟ شفتي عفريت؟ انا بني ادمه حتى زي طه. ايه في ايدي؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ واقفين كده ليه؟ ما فيش حاجه يا ماما، اصلي يعني كنت عايزه اخد ودي كده مع مرات عمي شويه، اصلها وحشاني قوي. صح يا مرات عمي؟ صح يا اختي. صح. طب تعالي بقى، تعالي افرجك على الفيلا، هتعجبك قوي. تعالي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ تعالي. ها؟ عيب والله العظيم عيب. لما انا اللي لسه ما طلعتش من البيضه شفتك بتعملي كده. امال لما اكبر وبقى في سني كده قدك يا حاجه، اللي زرتي بيت ربنا على حسب ما سمعت، اعمل ايه؟ انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح كويس قوي، وعارفه ايه اللي بيدور في دماغك. عايزه تعرفي ايه؟ قولي لي، هجاوبك على فكره. اقول لك على حاجه، اصلا الوحيده اللي في البيت ده اللي عارفه كل باب مقفول بيتقال ورا ايه. فلو عايزه تعرفي حاجه اساليني انا. خبريه يا بنت كريمه. لعلمك انا ما كنتش بصنط، وكنت هدخل اطمن على ابوكي. والله تعدلي يا بنت وانت بتتكلمي معايا، والا قسما بالله. كملي. هتعملي ايه؟ عامه انا مش هقول لهم انت كنت بتعملي ايه. عارفه ليه؟ عشان احنا ما عندناش حاجه نخاف حد يسمعها. قاعدة لوحدك ليه يا عمتي؟ وانا لقيت حد يقعد معايا وقلت لا، ده انتوا كل واحدة منيكوا في ناحية، زي ما تكونوا بتهربوا من بعض. ما تقوليش كده يا عمتي، انتي حتى والله منورة الدنيا كلها. عزت؟ اه انا في البيت. طيب حاضر، هبلغهم. أبوكي في حاجة؟ هيحجزوا على الفيلا يا عمتي. صراحة كده أنا ما دخلش في دماغي إن أبوكي اتضحك عليه الضحكة دي. عزة ده شغال عندكم من زمان؟ إيه؟ أصل شكله واخد عليكم جوي. آه فعلاً.